هل يلزم سجود السهو لمن ترك دعاء الاستفتاح؟ هل يلزم سجود السهو لمن ترك دعاء الاستفتاح؟ الجواب لا يلزم، لأن دعاء الاستفتاح سنة، ولو تعمد تركه ما بطلت صلاته. إذن لا يلزم سجود السهو سنة لمن ترك دعاء الاستفتاح، لكن لو واحد متعود عليه دايما وتركه مرة ومرات نسيانا وسيد له للسهو فلا بأس بهذا، يكون السجود مشروعا، لكنه ليس بلازم وليس بواجب وليس بمتحتم.